حلقة الرسالة مع يسري المراكشي. هذا العدد من الرسالة غادي نشوفوا سيدة اللي بغات تخلى على الطفلة ديالها في الشارع وتعطيه لأي عائلة من المارة أو أي شخص اللي ممكن يربيها ويتهلا فيها لأن ظروفها ما كتسمحش أنها تحتفظ بها. نشوفوا ردة الفعل ديال الشارع المغربي. متخافيش مني الله يسهل عليك الدريه ربع عليا با لا بغيت وخذ خدي من عندي هاد البنية زينة ما بقيتش خديتها على الله يرحمنا وقفي هضري معايا الله يرحمك عافاك اختي كتعرفي شي واحد باغي يربي شي بنية الله يرحم لكم الوالدين اللي قدرتوا تعرفوا شي واحد البنية ربع عليا با وما بقيتش لقيت اللي يعاوني فيها وبغيت نعطيها لشي حد محتاج الله يسهل الله فيها الله يبريك ما قدرتش اختي ما عنديش شمع من نخليها باش نخرج نخدم على الله يسهل عليك لما شو ما باغا منها تعطيني لا فلوس لا والو لا شي واحد مسكين خاصه بنية ولا ما كيولدش انت يتعاون معايا يسهل الله فيها عافاك جزاك بخير الله يرحم لك الوالدين كتعرف شي عائله ما عندهمش وليدات بغاو يربيو شي بنيه عندي هاد البنيه ما خديتش على ربع عليا با وخلاني بوحدي انا وياها ما لقيت ما نوكل ولا ما نشرب كنت مرمد انا وياها في الزنقه دير الخير تلقى ارسم بسمة ومسح دمع دير الخير تلقى نسولك الله يرحم لك الوالدين كتعرف شي واحد في العائله ديالك ولا شي واحد محتاج شي بنيه ربي ما تعطينيش فلوس ما بغاش فلوس تعاون معايا شي حاجه كيفاش ممكن ندير مع هذه البنيه عافاك كي غندير تصبر ما قدرتش ما لقيتش لا جد انت كتبان سيد قلبك الخير وداك الشيء اللي قدرتي تعاون معايا الله يسهل عليك تعاون معايا الله يسهل عليك الا عندك شي واحد في عائلتكم ما كيولدش ولا محتاج شي بنيه تقدر تعيش معاه حسن ما تبقى تبرمد معايا ما قديتش راه ربي اللي عالم والله ما قديتش دير الخير تلقى يمكن في يوم تولي الدنيا ضلمة دير الخير تلقى كتعرفوا اختي شي حد اللي محتاج شي بنية باغي يربيها شي حد عندكم في العائله ما كيولدش ولا شي واحد محتاج شي بنيه انا هاد البنيه ما بقيتش قديت عليها ربع عليا بابا وخلاها ليا بوحدي وما كاينش اللي شد عليا باش نخرج نخدم عليها انا في بلاصه زعما نصيحه لي وجهي واخا الانسان ما عرف شنو يدير غير تربي بنيته ما بغيتش نخليها في الزنقه ونمشي عليها بغيت شي واحد ياخذها ويكون محتاجه ما كتعرفي حتى واحد في عائلتكم ولا شي واحد تعيطوا عليه نعطيها ليه الجمعيه سولي عليها في الوزيز ديال الحسنه هذيك راه تحفظ الدراري شوفي معاهم ما عرفتش فين نمشي سولي قول الوزيز في الوزيز قول لي الجمعيه ديال الاطفال ديال الحسنه كاين جمعيات وكاين المنتخبين غير كاين الكاد بالوزري ولين شي جمعيه خيريه كدير هذه المسائل هذه الدريه بغيت نعرف انا بغيت وكيشجعوا المسائل ديالك ولا يقلب لك عليها تما شوفي السلطه المحليه باش يكونوا بدي الاجراء ديال القانون باش ينوصيكم ما تبقاي ديري كل حتى واحد غادي يخلي عليك حتى واحد غادي تمشي عند السلطه الله يرضي عليك انا كنعاود السلطه في المنطقه اللي انت خليتي فيها سيري عندها السلام عليكم سلام كنشكروك كاين السلطه كاين الجمعيات وكاين ناس بحالك فيهم الخير مع قناه ميدان تي في فقره رساله تجربه اجتماعيه دخلتي نعم علاش دخلتي يا استاذ دخلت لاسباب انسانيه لحقاش هذيك الدريه كتبان لي غادي تضيع في المستقبل ديالها فلهذا دخلت على اساس انه هاد الدريه خصها تنقد كي جاتك التجربه هذه اللي عشتي اليوم تجربه انسانيه وكتثبت في الانسان واش كي بحال كتعبر راسك واش عندك فعلا احساس انساني ولا ما عندكش كون دابا دوات معايا ودرت دوات وجهي وزدت غنبعد منها ب 10 متر وغنحس براسي بان صغير ولكن ملي درت هذه القضيه كنطلبوا ربي حتى يكتبها في الميزان المقبول عنده ان شاء الله شكرا شكرا
غنحطها في جروب واللي بغاك غيحلش كاينين الناس باغين يربيو طلاقيين اختي ولا كان شي حاجه راه غيعيطوا لي حاولي تخليها معاك ما كرهتش اختي ما كرهتش كاين شي واحد اختي كيسخبك بالصوره حتى واحد ما كيسخبكم بتوريك راه ما لقيتش لا جد ركبتي ما نقدرش ندخلها ولكن راه ما لقيت كندير مع وحده الاخرين غير شكون يشدها ليا اختي كي غندير تنخدم بها خليها معك حشومة تربى بعيدا شي غتربى شي ناس محتاجينها غتعيش معاهم في الخير حسن مني والله معكم قناة ميدان تي في في تجربة إنسانية الرسالة الرسالة كنشكركم لأنكم وقفتوا شنو اللي خلاكم توقفوا سمحوا لي أجي فريمون بقات فيا بزاف والله ما عرفتش زعما كبتها بنتها باقا صغيرة يعني ما أنا يعني في خاطري ما عرفتش ما نقول يا صدمتيني والله بزاف ما قدرت شنو هي المساعدة اللي كان ممكن تعطيوها كنا قلنا لها نلوحها في شي جروب ولا نشوفوا شي حد اللي يقدر يعاونها ولا شي حاجة أما باش تخلي بنتك راه غناخذ نمرتها ماشي غنقلب لها خدمة بعدا غنشوف شي ناس اللي يقدروا يعاونوها تخدم باش ما تضيعش أنا ما بغاش البنت ناخذ نمرة على قبل سميتها ما ايش بينغو اي مسيكا خايبة هي كتب ما تقبلناش نشوف زعما صدق خاصك تضرب عليها تمارة وما عرفتش شنو تعطيها وما تعطيهاش لاي واحد لاي واحد مازال الخير كنشكركم شكرا لك على التدخل معنا قناة ميدان تي في غادي ندوزوا هذه الفقرة برافو عليكم شكرا بزاف وسمحوا لينا شكرا شكرا